رح نبقى طبعا يا ليلى عم نحكي عن المرأة وعن المهارات، كنا عم نشوف من حلب هذا المعرض. خلينا ايضا ننتقل لدمشق وعالم الابداع ومهارات المرأة بهذا المجال، وتحديدا معرض امرأة متمكنة اسرة متكاملة اللي نظمته الهيئة العامة لشؤون الاسرة والسكان بفندق جولدن المزة بدمشق، واللي ضم مصنوعات يدوية لنساء سوريات ومنتجات من مختلف ايضا المحافظات السورية. تماما يا سلمى، واليوم ضمن مساحتنا رح نتعرف على المعرض اللي شكل فرصة لتوجيه أنظار العالم على إنجازات النساء السوريات وإمكانياتهم بدعم أسرهم، مع منظمة المعرض السيدة رنا الطباع، وهي أيضا مؤسسة ومنظمة بازار ألوان سورية اللي شكل مساحة هامة للإضاءة على إبداع السيدة السورية اليوم في مختلف المجالات وفي مختلف مجالات الأعمال اليدوية. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحكم. شكرا كثير. يسعد صباحك ست رنا. يعني دائما بس تكوني ضيفتنا معناته اما نحن عم نحكي عن بازار الوان سوريه وعدد كبير من السيدات والصبايا وفرص عمل لهم حلوه لمشاريعهم الصغيره، او مثل هلا عم نحكي عن موضوع كثير مهم وخصوصا العنوان امراه متمكنه اسره متكامله. صحيح. يعني وخصوصا هالايام اللي عم نمر فيها هلا 16 يوم لمناهضه العنف ضد المراه. صح. اول وسيله دفاع للمراه عن نفسها هي انه هي تكون متمكنه. تماماً. وقادره انه هي تعيش حياتها من دون ما تكون عالي على احد. صحيح. مين ما كان يكون اخوها ابوها جوزها شو ما كان يكون تصنيفه بالحياه. قد ايه مهم ويمكن هذا السبب انتقائكم لهذا البازار او عنوانه بشكل عام؟ تمام. هي الفكره كانت مثل ما حكيتي حضرتك انه الهيئه السوريه لشؤون الاسره والسكان حبوا يعملوا شيء بمناسبه هال 16 يوم مناهضه العنف ضد المراه، فكانت الفكرة انتقاء السيدات من كافة المحافظات وحتى من عدة مناطق بريف دمشق ومن دمشق، وكان لي الشرف انه انا يختاروني كتنظيم هالفعالية المهمة كثير انا برأيي، لانه كانت بتواجد فيها عدد من سيدات انا بسميهم ملهمات. انت اكثر حدا بيبحث عن تماما، فانا بعرف يعني مين كل وحده، كل سيده شو وراها حكايه، كل وحده شو حكايتها وشو حكايه القوه اللي خلتها توصل لهون، اللي خلتها تكون قويه بمعنى اخر. فكل سيده لها قصه، كل سيده صار في تبادل خبرات بيناتهم، صار في تعريف عن منتجهم بطريقه لائقه، و مثل ما يعني مثل ما بدي اقول لك هن ما عندهم مساحه بيع، ما عندهم مكان يعرضوا فيه، فكان هالمكان تعريف عن منتجهم، تمكين لشخصيتهم اكثر انه انتم وصلتوا لهون، ناس صارت تجي تشوفكم، تكرمتوا من قبل الهيئه السوريه ليختاروكم بهالمكان الحلو وبهالمناسبه المهمه. تماماً. يعني اليوم المرأة السورية أثبتت أنه بهاي الظروف الصعبة هي أنها بتقدر تعمل أي شيء لحالها وتكون نفسها. تماماً. يعني الظروف الصعبة هي اللي عم بتخليها تكون، مو المرأة اللي عم بتكون هي فعلاً مرتاحة مادياً، لا بالعكس، الظروف الصعبة اللي عم تخلينا نصنع شيء. خلينا نحكي اليوم عن المشاركات أكثر وعن خصوصية المشاركات من مختلف المحافظات. هن تم اختيار المشاركات عدد كبير منهم من مشاركات ألوان سورية، لأنه بعرف كل واحدة شو حكايتها من أي محافظة، من ريف دمشق، من وكمان كان في قسم كبير من حمص كانوا اسمه نساء صغيرات بإشراف السيدة غنى الطرشة. فالسيدة غنى كمان عندها مجموعة كتير حلوة، كمان كل سيدة إلى حكاية، إلى عمل متقن جدا، فتجمعوا كلهم ضمن هالمكان. يعني عم نشوفوا حضرتك عم تحكي شوية مشاهد من البازار والأعمال والحرف اليدوية المميزة. قد ايه اليوم نحن بحاجة ست رنا لحتى ننمي هاي المشاريع الصغيرة، وخصوصا بهذا الوقت كتير صعب يمكن أي حدا يعمل مشروع، بحاجة لدعم، بحاجة لرأس مال، بحاجة لكتير ظروف، ولكن أنتوا عم بتدلوه على طريق بسيط. مثل هلا عم نشوف الأكل. يعني ست بيت يمكن ما بتعرف تشتغل أي شيء تاني بس نفسها بالأكل طيب. أي والله. هلا شفنا سيدات من خلال طبعا تواجدنا بالبازارات معك تميزوا، خلص صرنا بنعرف هي الطاولة لهي السيدة من هي المحافظة تميزت بهي الأكلة مثلا. قد ايه مهم هذا الشيء حاليا؟ هلا مثلا في سيدة موجودة بتشارك معي بألوان سورية من زمان، كانت تعمل ثياب، تبيع ثياب جاهزة، فلما تغير الوضع وهالقصص صارت
كانت دائما تجيب لنا شغل بيت، شغل هي الأكلة. جيبها ما لها علاقة بالبيت، نفس جدا طيب تضيفنا، ففاتت بهالمجال وأبدعت فيه. بتقلك أنا انبسطت لأنه بدل ما الناس تجي لعندي على البيت عم بيتعرفوا على منتجاتي، عم يدوقوا أكلي، صار إلي اسم. فمن هالفكرة يعني بتصير. تمام، خلينا نحكي اليوم عن أهمية تزامن المعرض مع فعاليات 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وشو هي الرسالة اللي حاولتوا توصلوها من خلال هالمعرض؟ والله كانت رئيسة الهيئة الأستاذة سمر السباعي فكرتها أنه السيدة تتكرم بهالمكان وتعريف منتجها بشكل أوسع لحتى الناس تجي وتدعمها. يعني هي الفكرة كانت دعم منهم، تقدمت الطاولات مجاناً، تقدمت من الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، والمكان كان كله تقدم من الفندق مشكور كمان مجاناً. فكانت الفعالية في إلى مشاعر كتير حلوة إنه أنتوا تكرمتوا، وبنفس الوقت دعية عدد كبير من الشخصيات والسيدات لحتى يجوا ويختاروا الأجمل. أكيد سترنا دائماً بنسمي السيدة اللي تعرضت للعنف وقدرت أنه هي تنجى من هالعنف بالناجية، يمكن أحد كمان وسائل خليني أقول المعالجة أنه هي تندمج، ترجع تندمج بالمجتمع، وهي خليني أقول الحرف، أنه هي تتعلم حرفة، تندمج مع سيدات تانيات حتى تخرج من الحالة النفسية، تحس حالة منتجة. هي كتير وسيلة دفاع وبنفس الوقت وسيلة علاج. قدي مر عليك هيك سيدات وقدي شفتي الشغل غير من نفسيتهم، ساعدهم على تخطي أزمات ممكن ما تكون ناجية من عنف، بس ناجية مثلا تعنيف الحرب اللي مرينا فيه، يصير سيدات نفسياً تعرضوا للإرهاب النفسي اللي تغير مكان بيتها، تهجرت، فقدت أحد زوية، صارت فجأة هي الرجال وهي الست مثل ما بيقولوا بالبيت. في كتير عوامل يعني. صح، مجرد أنه هي عم تجتمع مع سيدات وعم تشوف شو كيف بدي لك، لما أنت عم تعبري عن جمال منتج صديقتك أو زميلتك وتتشجع وتبادل خبرات، عم تقوي حالة، عم تتعلم شغلة جديدة، إضافة لمسة جديدة بذوقها الخاص، وبنفس الوقت عمت بحياة اجتماعية حلوة. هي خرجت عن أفكارها، عن نفسيتها، عن أي شيء كانت متعرضة لأزمة معينة، سواء عنف نفسي أو جسدي. فهي طورت عملها وصار لها شيء هي عم تتقنه، شيء عم تشوف حالها فيه، هي بتكفي. تماما سيدة رنا، يعني بازار أموال اللي بدي عود فكرته لحضرتك أيضا هو مساحة للإضاءة على أعمال السيدات اليوم، شو الجديد اللي عم يتحضر فيه؟ هلأ نحن عم نحضر ل 18-19-20 بفندق شيراتون ألوان سورية بمناسبة الأعياد. أنا بالنسبة لي دائما البازار ألوان سورية هو عيد، عيد لأنه عم يجتمعوا سيدات، كل سيدة لها لون سوري مميز عم تأبدع فيه. فنعنا الختام مهامسك، وكمان هو مرور دائما راس السنة بيكون احتفالية بعيد ميلاد ألوان سورية، تتم تسمية ألوان سورية بمثل هالأوقات هاي. فدائما بحتفل بقلبي قبل ما احتفل قدام العالم، بفرح كتير، بشعر بسعادة كبيرة لما بشوف السيدات قدي تطوروا وقدي صار عندي كم كبير من السيدات الجدد المبدعات. أكيد، ونحن كمان بدورنا بدنا نشكرك على هذا المجهود المتواصل. اليوم المجهود المجتمعي هو شيء ضروري، يعني لما شخص يآمن بأنه أنا قادر أعمل شيء وأقدم لنفسي ولغيري شيء، هذا كتير مهم. أنت عطيتي أمل لكتير صبايا ولكتير سيدات، ونحن كنا شاهدين بصباحنا غير على مدار سنوات من بداية انطلاق ألوان سورية لحديت اليوم قدي في نماذج مشرفة وشفنا مشاريعهم عم تكبر. نشكرك على هذا المجهود، وأكيد حنكون بانتظار ألوان سورية ل 2023-2024 إن شاء الله. وشكرا كتير لكلامكم، شكرا لاستضافتكم ولاهتمامكم بألوان سورية اللي بتعني لي كتير، لأنه هي تمثل روح سيداتنا وثقتهم بنفسهم وإبداعهم. أكيد بدنا نتشكرك ونتشكر هذا الدعم اللي عم تقدمي لكل سيدة سورية وخصوصا بهذه الظروف الصعبة. وأكيد بدي وجه تحية لكل امرأة سورية اليوم قادرة إن تعمل شيء، طلعت من الظروف الصعبة لحتى تثبت نفسها وتكون حالها. شكرا كتير لك. شكرا لكم، يسعد صباحكم جميعا. صباحك يا رب. شكرا.